في نجاح العلاقة الزوجية الحب. أي حب؟ الحب العاطفي. طيب في حب ثاني؟ في ثلاث أنواع للحب للرجال وللنساء خصوصا، ثلاث أنواع للحب. الحب الأول الحب التملكي، بعض الزوجات تملك الزوج تبيه ملك لها، ممنوع يروح لأمه، ليه رحت لأمك من يوم الفلاني؟ ليه رحت لأختك من يوم الفلاني؟ حتى لو تزوج حست إن الحياة انتهت، ليه؟ لأنها تملك تبغاه لها ملك، وهذا مو صحيح. الله تعالى خلقنا أحرار. بعض الأزواج كذلك يبغى الزوجة تحب الحالة، ما تحب أبوها ولا تحب بعضهم، ما يسألها يقول أنت تحبين أبوك؟ تحبين أمك؟ طيب ليه ما أكثر أنا ولا أبوك؟ طيب يا أخي مو لازم تسأل عن الأمور هذه. بعض الزوجات فعلا الأب أغلى من زوجة، لكن من قصر عليك يا أخي؟ إذا الحب التملكي خطأ. الحب المرضي خطأ. كيف الحب المرضي؟ الحب المرضي تعلق الزوجة بزوجها، يعني لو يسافر عنها يوم ولا يومين ولا ثلاثة بعضهم تمر من حبها لزوجها. وبعض الأزواج كذلك متعلق بزوجته، حتى لو لا سمح الله طلبت الطلاق ولا راحت وخلته ولا يعني حد بينه مشكلة يتضايق ويشيل الدنيا فوق راسه. لذلك ترى أحيانا يعني يمدحون قيس وحبه لعبلة، خطأ هذا. عنتر يمدح حبه لعبلة، هذا خطأ. وقيس حبه ليلى خطأ. لا الشرع يأمر بهذا الحب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب زوجة خديجة، ولكن لما ماتت ما انتهت الدنيا عنده، تزوج بعدها وكان يحبها، وهذا الصحيح. عائشة رضي الله عنها لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم رجل في التاريخ، أعظم من رجال الدنيا كلهم، ما ماتت ولا تضايقت، فعلت كما تفعل النساء. حداد أربع أشهر وعشر وطلعت بعدها وانتهى الكلام. إذن نبغى الحب الثالث، الحب العاطفي، إنه يحب زوجي الحب المتوسط، وهو يحبني الحب المتوسط، بالإضافة إلى أنه يحب أهله، يحب زوجه، يحب أخته، يحب